لماذا يعني لا تكون لغير الله إلا من المسلم؟ يا أخي إن أسلم يصلي، لماذا تقول الإسلام؟ أي الشرط هذا موجود يعني قبل. لماذا يذكر العلماء في كل عبادة هذا الشرط؟ ما يمكن أن لا تبقى في أي عبادة من عبادة. لا أود أن يكون في كل عبادة، في الصيام أول شرط الإسلام، في الزكاة أول شرط الإسلام، في الحج أول شرط الإسلام. سبحان الله، لماذا يا أخوان؟ أمس أول كلمة تكلمنا بها على لأن هناك من يدخل في الإسلام وقاعد يصلي ولكن يشرك في الله، تنفع؟ لا. إذن لابد من معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، لأن الشرك إذا دخل أفسد العبادات كلها، هذا أخطر شيء. صحيح؟ لأنه قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول ويوم يأتي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام مثلا ينادي الولد يقول يا فلان صلاته ولا شك في بطلانه. إذا أول ما يؤمر به الكافر نعم أن تدخل في التوحيد، تدخل في الإسلام. فما تخاطب الكافر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالختان ولا بغيره، تخاطب ماذا؟ نعم. لو جاءتك مرأة سافرة وأرادت الدخول في الإسلام قالت ما أريد الحجاب، بماذا تفتي؟ ما تقول ما أريد الحجاب، بس تقول لها ومن خاطرت بالحجاب أصلا؟ إحنا نريد أن تدخل في الإسلام. فإذا دخلت في الإسلام بعد هذا تأمرها بماذا؟ بالحجاب. جاء نصراني، رجل نصراني جاء إلى الضحاف بن مزاحم، الضحاف بن مزاحم إمام، فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. ما هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي يمنع من دخول الإسلام أن الإسلام يحرم شرب الخمر. نعم، ما الفتوى؟ الفتوى تقول له لا تسلم وبدأ يشرب الخمر وصح مشرب. قال له الضحاك رحمه الله قال اسلم وشرب الخمر ما الإشكال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال اسمع، أنت الآن مسلم، إن شربت الخمر جلدنا وإن رجعت عن الدين قتلنا، مرتد. هالفتوى هذا أصحابه فتوى مضاعف، قد يقول لا تدخل. صحيح؟ الآن يخاطب بعض الكفر، بعض الناس بعض الكفر، يقول لا بد من الختان، لا بد تختفي. من خاطب الختان الآن؟ من يخاطب الختان؟ يا أخي مسلمة سافرة أو كافرة محجبة، من ترجع؟ مسلم وسافر ما في إشكال، في إشكال لكن ليش كالإشكال الأول؟ ثم إذا أسلمت تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح الله صدر الإسلام. إذا أهم شرط تجد في كل عندنا أربع شروط، هذه في كل العبادة احفظها، أربع شروط في كل عبادة: الإسلام والعقل والتمييز والنية. إسلام وعقل والتمييز والنية، هذه الشروط في كل العبادات، إلا قد يتغير بعض هذه الشروط في الحج والزكاة، هذا يأتينا في الحج والزكاة. لكن الإسلام ما يمكن، لا بد في كل شرط من العبادة. الأول ما هو؟ الإسلام. فلو صلى الكافر صلاة باطل، كيف يصلي الكافر؟ قلنا قد يشرك بالله شرك أكبر ويصلي صلاة باطل. الإسلام الثاني العقل، فلو صلى المجنون فصلاة باطل. مفهوم؟ مفهوم يا أخي؟ مفهوم. نعم. طيب تمييز. نعم، فلو صلى المجنون فصلاة باطل. طيب لو صلى السكران ما يعني؟ أخوان السكران صلى لا ولا نعم صلاة الباطل. لماذا؟ مجنون؟ ليش مجنون؟ سكران يا أخي، هل السكران مجنون؟
لا، المجنون أحسن منه، لأن المجنون جن بغير اختيار، وهذا هذا اختيار، صح؟ صلاة باطل من باب أولى، نعم، هذا مجنون زيادة، فتح الله عليك. الثاني العقل، والثالث تمييز. التمييز ما هو التمييز؟ التمييز هو التفريق بين الأشياء. فإذا كان يعرف يفرق بين الأشياء فهذا هو مميز. تقول له اجلس، اسكت، تعال، هذا مميز. يعرف انه هذا ماء وهذا ماء. فهل تصح صلاة الصغير؟ نعم أم لا؟ من يعرف؟ هل تصح صلاة الصغير؟ نعم أم لا؟ نعم. تصح. تصح خطأ. من يقول لا تصح؟ نعم يا أخي الأخير. لا تصح الا اذا كان الفرق ما بين الحق والباطل. هذا هو. اذا كان يميز فصلاته صحيحه. فهذا قال اخو الصغير يصلي مع يحيى، صلاته صحيحه ام باطله؟ اذا كان يميز نقول اذا كان يميز فصلاته صحيحه، واذا كان لا يميز فصلاته باطله. وفي الغالب ان ابن 7 سنين مميز. فتح الله عليك. انتبه يا اخي، هذا يدخل شروطنا. اخوان انت انتبه للشروط. السؤال على الشرط. نعم من جديد. الإسلام، العقل وضد الكفر، والعقل ضد الجنون، والتمييز ضد غير المميز. التمييز ليس البلوغ، انتبه. من قال البلوغ؟ في حفظ؟ الحمد لله. الثالث؟ النية. النية، عندنا هذه قلنا 4 تذكرها في الأول حتى تكون في كل عبادة إلا أن بعضها تغير في حج والزكاة، انتبه. النية هذه يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم يوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم عام 1435 هجري من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مصليا في دولة تركيا في مدينة ليزا في مسجد كلا مؤتما بالشيخ الشيخ عبد الرحمن وبجانبه على اليمين عبد الرحيم وبجانب عيسى قال فرب تقبل مني الساعة الموافق للساعة 5:55 بتوقيت تركيا مصلي ركعتين صلاة الفجر فسرها لي وتقبل مني يا رب العالمين. ما يجوز نية القلب تنقض بالنية ما يجوز النية محل الخلق التلفظ بها بدعة. وما هذا هذا العبث وهذا اللعب. قد يكون الإمام انتهى من الصلاة وهذا باقي في النية يعد الذي بيمينه عن يساره والساعة وكذا. ما الدليل أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة؟ دليل خاص. قل الدليل خاص أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة، من يعرف؟ ما حد يعرف؟ نعم. من عمنا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا عام، أنا أبقى خاص في الصلاة، لا لي في الصلاة. في الصلاة. حديث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وهو كان يبدأون بالحمد لله رب العالمين. يا إخوان لا أحد يعترض عليه، فتح الله عليه، أجل. أنا أريد هذا. غير. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاه والسلام للمسيء في صلاته علم الصلاه قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء فكبر ما قال فقل اللهم اني اريد ان اصلي في هذا اليوم فتح ما عليك نعم اسلام وعقل وتمييز والنيه والنيه محل القلب والتلفظ بها بدعه في كل عباده في كل لا تستثني شيء امشي رفع الحدث رفع حدث اي حدث الحدث الاكبر وحدث اصغر صلوا عليه حدث اكبر صلوا عليه حدث اصغر اصغر باطل نعم اذا تمكن من ازاله الحدث نعم ازاله النجاسه لا بد من ازاله النجاسه عن 3 اشياء عن البدن والبقعه المكان وعن الثوب نعم ستر العوره ستر العورة أحسن من ستر العورة أخذ الزينة في الصلاة لأن هذا الذي جاء في القرآن مفهوم؟
طيب العورات ثلاثة عندنا. العورات كم؟ ثلاث عورات. هذا يذكر ابن سعدي رحمه الله، قال العورات ثلاث عندنا. اي تربع قدم. تقدم العورات ثلاث، عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. كم؟ مغلظة مخففة ومتوسطة. عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. ماذا؟ عورة؟ ما يعرف عربي؟ تعرف؟ عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة. عورة المرأة الحرة البالغة. عورة المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا العام، البالغة خرج بهذا غير البالغة الصغيرة. هل عورة مغلظة لابد من ستر جميع البدن إلا الوجه، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه، مفهوم؟ هذه عورة المرأة الحرة البالغة نغلب عليها. عورة مخففة عورة الذكر خرج من هذه الأنثى. الذكر ابن سبع سنين عشر سنين أستر الفرجة وصلاته صحيحة، ما عدا المغلظ والمخفف عورة متوسطة يستر من السرطة إلى الركبة مع استحباب ستر العاجقين وأخذ كامل زينة في الصف. من يعيد لي هذه الأنواع الثلاثة؟ ما شاء الله فقط. بسم الله. عورة مغلظة مغلظة تكون للمرأة، مرأة حرة بالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، عند الأجانب تغطي حتى الوجه. المتوسطة تكون للجانبين. لا لا خل متوسطة مخففة. مخففة تكون للصغير. للذكر ابن سبع سنين عشر سنين أستر فرجة. ما عدا المغلظة مخففة. متوسطة. متوسطة. ما بين السرورتين يستر ما بين السرة من الركبة مع استحباب ستر العاجقين أخذ كامل. فتح الله عليك. من يعيد لي هذا الأنواع الثلاثة؟ نعم. مغلظة مخففة متوسطة. المغلظة المرأة الحرة البالغة. المرأة الحرة البالغة. مخففة للذكر ابن سبع سنين عشر سنين يستر فرجها. متوسطة يستر عورة الرجل البالغ. ما هو ما قلنا أنا قلت رجل البالغ؟ قلت ما عدا المغلظة المخففة متوسطة. عد من شئت من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاجقين. أسأل الآن أسأل الآن أسأل عورة الأمة أمة مملوكة يعني نعم جاي مغلظة وخف متوسطة. من قال مغلظة؟ قلنا المغلظة المرأة الحرة البالغة، المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأمر، إذا الأمر عورتها مغلظة ومخففة متوسطة. متوسطة. متوسطة نعم. عورة الجارية بنت سبع سنين. خفف تقول الذكر ابن سبع سنين عشر سنين. متوسط. إذا عندنا اضبط المغلظة والمخففة. ما عدا المغلظة والمخففة متوسطة. إحنا لا نتكلم عن النظر إلى المرأة، لا نتكلم عن حجاب المرأة المسلمة، ولا نتكلم عن النظر إلى الأمة، ما نتكلم، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن صحة الصلاة. أما صلت سترت من السر إلى الركن، صلاتها الله العظيم صحيحة حرة سترت من السر إلى الركبة وصلت فصلاتها كانت بالغة صحيحة باطلة لما كانت غير بالغة صغيرة اي نعم سبع سنين أما حرة حرة غير بالغة أقول سبع سنين يا رجل
سبع سنين